من كم سنة يعني من ثلاث سنين كان في بإسرائيل 3,300 دولة أو 400 كمان. أما اليوم مع إسرائيل يعني 50-60 دولة بالكثير. إذا صلّى تشتغل بالأبي؟ صلّي شي 40 سنة. عن أبوك كمان؟ نعم. أبوك كان يشتغل كمان؟ أبي كان يشتغل، أبي راح على الهجرة على أمريكا وتشرني طفل. يعني تعلمت لحالي. أبي ما كان. أنا عم حيي تواصل الناس، ما بحييك للبيت لأنه ما في عندي وقت للبيت. ما في عندي وقت إني أشتغل للبيت. مثل ما قال المثل الدهري. اشكاك الحافي والحيك عريان. نبيع للتاجر اللي بيجي، بيجي من الشام تاجر وبيجي من حمص تاجر. هم نبيع. ولديش بياخذ التاجر بالنسبة؟ تاجر حسب بعنا نحن لو كنا بعنا تقريبا بحاجة بيربح زيادة 10 ليرات، وإذا يعني باع متفطي بيربح 5 بيربح 15. بس قلت لي هلا من 20 لـ40 ليرة بيربح. قديش؟ بيربح من 20 لـ40. إذا أخذ بأيام الشتوية والحالة واقفة يعني ما في سوق بيربح من 20. يعني العبي لها موسم؟ نعم لها موسم بالتشرين. هذا موسمها بالتشرين، هو بيجي ياخذ ايه؟ بالقوانين قبل بسنين. بياخذها بالقوانين وبيحفظها للتشرين. يعني سنين. بيجي عاد الفلاح والبدوي في حاجة للعباية بيشتريها عاد تاخذ بيبيعها على كيفه. بيكون ما متسوقها بأيام أرخص. طيب صناعة العبي عم تواجه خطر انقراض؟ انقراض طبعا، لأن ما في جيل عم يتعلم الصناعة. أظن إنها تنتهي. أما تنتهي نهائيا ترى ماني متوقع، لأن في طلاب في أطفال ما عم تتعلم بالمدرسة. هاي بتلتجي، بدها تنجبر تلتجي للعمل. تنجبر. أما نهائي ماني متوقع إنه ينقرض. نور يعني على البلاد اللي على العيد الجديد اليوم على الناس اللي طالع جديد مو احنا عم يتعلم الحلول ولا بتعلم المدارس ودارس يعني معمول انه بعد بس ايه ينقطع. Get down!
نعم الراديو ليش؟ الراديو هذا مشان تربات الدواجن عندي أنا، لأنه أول من نزل الصوص من أول من نزله منجيب له الراديو منحطه على أعلى صوت مشان يظل مستمر الصوص على الصوت، ولا لو كان جتنا السيارة بالوقت ما يشفل ولا يأثر عليه شيء. نخليه شيء 7 أيام الراديو، لأنه إذا كان ما في راديو عنده بصير انزعاج أو من صوت سيارة أو صوت زمور أو صوت شيء بصير، أو حدفات كمان لعنده ما بيأثر عليه شيء أبدا.